فبكل صراحة الحمد لله يعني في الملعب ديالنا الجديد أول مقابلة ف يعني باش كتبداها بانتصار هذا ان كتبقى عندك واحد الدفعة معنوية اللي كتزيد تشتغل بأريحية والحمد لله كنشكر الجماهير اللي جات ساندتنا اليوم اللي بكل صراحة ما بخلش علينا المجهودات ديالو طيلة 90 دقيقة بقى مساندنا فالحمد لله كنشكر جميع المكونات الفريق ومن كان وراء هذا الانتصار هذا والحمد لله هذا الانتصار هذا كيزيد يحمسنا ويزيد يشجعنا.